الجلسة القادمة لسماحة الشيخ حمدهم فرج الله عنه. وقفنا هنا رسالة مع الأحرار من جميع عالم السلطة السعودية بالإفراج الفوري عن سماحة الشيخ حمدهم وأسقاط جميع التهم التي سيخت ضده والتي تعتبر في الأعراف الدولية تهم مدفولة ومشروعة. إن استمرار السلطة السعودية في اعتقال الشيخ النمر له دلالة على استبدادها ودلالة على الطغيان ودلالة على رفضها للأصوات الإصلاحية التي تريد التغيير والتي تريد ضمان مستقبل أفضل للوطن وللأقليم. من هنا نجدد رسالتنا للحكومة السعودية بأن تتوقف عن أي تلويح بالإعدام لسماحة الشيخ وكذلك البقية ممن حكمهم القضاء السعودي بالإعدام، وطالبهم على الفور بالإخراج الفوري عن جميع المعتقلين وعن جميع المحكومين وأسقاط التهم، وإلا فإن جميع الأحرار في العالم لهم مواقف مستمرة لن تقف، ستدعو